حضر فريقنا حفل إطلاق الجيل الجديد كلياً من السيارة الفاخرة أستون مارتن رابيد إس طراز 2014، والذي أقيم في صالة عرض الشركة بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة بوجود العديد من الشخصيات البارزة، وذلك ضمن عرض تراثي للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس أستون مارتن. يمتلك الجيل الجديد من السيارة ذات الأربعة أبواب تصميماً مستوحاً من طراز أستون مارتن فانكويش الجديدة، وزودت رابيد إس الجديدة بمحرك مكون من 12 اسطوانة على شكل حرف V بسعة 6 لترات، يولد قوة تصل إلى 550 حصان و 620 نيوتن لكل متر من عزم الدوران. كما تتسارع السيارة الجديدة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 306 كيلومترات في الساعة. هذا وستكون رابيد إس متاحة للبيع من خلال صالة عرض أستون مارتن في وسط مدينة دبي. كما أعلنت أستون مارتن دبي مؤخراً عن عزمها افتتاح مركز الخدمة الجديد المستقل في منطقة الجوز على شارع الشيخ زايد في دبي، ويعتبر مركز الخدمة هو أول منشأة لخدمة عملاء الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.speed.com.